السلام عليكم. اليوم عندنا محاضرة جديدة تتضمن الجزء الخامس من الدوال اللي عندي، اللي هي ساين والكوساين، اللي هي ساين 3 والكوساين، يعني التكعيب أو الأس 4. أو إذا جاني أس هي شو أسوي؟ كوساين 4 ساين 4 وكوساين 4 نسوي. طلاب بالبداية نجزئ الأس، يعني نسوي تجزئة، تمام؟ لو بعدين نعوض متطابقة، ولو بعدين نكامل. شغلة سهلة، أول مرة تجزئ الأس وتعوض المتطابقة، راح يبقى عندك الأس بالتربيع، فتعوض المتطابقة مالته، بعدين تكامل، تمام. فهسا نجزئ الأسس، يعني الساين تكعيب راح يصير لنا ساين تربيع الاكس، ساين تربيع في ساين اكس، تمام. اثنين، نعوض المتطابقات. عندك مثلا متطابقة الساين، متطابقة الساين تربيع راح يساوي لنا نص ناقص النص كوساين 2. انا مطيهن بالبداية، فنجي ناخذ مثال ونطبق هذا الشيء. اجد التكامل الساين اكس تك الساين تكعيب الاكس. فهنا بالبداية نجي نجزئ الأس، يعني يصير تكامل الساين تربيع الأكس في ساين يعني بالاعتبار جزئناه. بعد ما جزئته أعوض المتطابقة، اللي هي نص واحد ناقص الكوساين، وهنا أنا ساين اكس، تمام.